chapter 1 هنتكلم فيها عن الدايمنشنال اناليسيس. الدايمنشنال اناليسيس اللي هي تحليل استخدام الابعاد. احنا نعرف ان في اليونتس، يعني مثلا لو قلت لك انت طولك بكام هتقول لي 160 سنتيمتر 170 سنتيمتر، لو قلت لك المسافه من بيتك للسوبر ماركت هتقول لي 200 متر. يبقى احنا عندنا في لينث بيتقاس بالمتر، والزمن اللي هو التايم بيتقاس بالسكند، والماس اللي هو كتلتك وليس وزنك، الكتله بتتقاس بالكيلوغرام، السيمبل بتاعها متر سمول ام سمول اس كيلوغرام. طيب في يونتس، في كمان لليونتس حاجه تانية مقابله اسمها الدايمنشنز الابعاد. بدل ما اكتب كيلوغرام على حرفين اكتبها على حرف واحد، زي مين؟ زي اللينس ال كابتل ال، التايم كابتل تي، الماس كابتل ام. وفي عندنا كريتيكال كوانتيتيز اساسيه، في الحاجات الاساسيه في الكميات الفيزيائيه هما سبعه: الطول، الكتله الماس، التايم، الالكتريك كارنت، الابسوليوت تمبريتشر. دول الخمسة اللي احنا مين اللي هنبقى مركزين في شغلنا عليهم وهنشوفهم كتير. مش هتشوف الشغل بتاعنا في الترم ده ولا شدة الإضاءة ولا الأتوميك ماس يونت اللي هي الكتلة الذرية. يبقى احنا شغلنا بنتركز في الخمسة الفيرست فايف تيرمز اللي هم اللي موجودين: لينس، ماس، تايم، الكتريك كارنت، ابسوليوت تمبريتشر. السيمبلز بتاعهم في الدايمنشن هتبقى كابتل ال كابتل ام كابتل تي، الالكتريك كارنت كابتل اي، والابسوليوت تمبريتشر هتبقى كابتل كي. بس اللي احنا شفناهم دول يمثلوا بالنسبه لنا كميات اساسيه. طب هل في حاجه ثانيه درايفد منها اقدر اشتق حاجه ثانيه منها؟ تعالوا نشوف. لو انا مسكت مثلا اول حاجه، ايه رايكم في تعريف الفيلوسيتي او اللي هي السرعه؟ السرعه لو شفناها هنلاقيها عباره عن rate of change of distance with time، معدل تغير سرعة مسافة بالنسبة للزمن. طب ما المسافة بتتقاس بال L مش كده؟ والزمن بال T، هل ممكن إن أنا أكتبها L على T؟ يعني ممكن كده هنا نروح كاتبين دي عبارة عن L over T تساوي L divided by T، دي في الدايمنشن. وإذا أنا عاوز أكتبها بطريقة الأبعاد ممكن إن أنا أكتبها بطريقة الوحدات متر على الثانية. يبقى أنا كده استخدمت الوحدات الرئيسية. لو بستخدم وحدات هكتب متر على الثانية، لو هستخدم طريقة الأبعاد هكتب L على T، أو ممكن أكتبها L T ماينس 1. خلاص؟ يبقى هروح كاتب دي بعبارة عن إيه؟ متر على الثانية، عشان طبعا كاتب هنا L T ماينس 1، وأكتب الكوانتيتيز دي كلها بالإيه؟ باليونتس بتاعتها. طيب ايه رايك لو السرعه بتتغير مع الزمن؟ معدل تغير السرعه مع الزمن الفيلوسيتي والتايم دي عباره عن الديفينيشن الثاني اللي هو بنسميه اكسلريشن. وانت في الاسانسير، اول ما الاسانسير بيتحرك السرعه بتاعت الاسانسير بتزيد، الاليفيتور بيبدا يتحرك بسرعه اعلى، وقبل ما تقف في الدور اللي انت نازل فيه الاسانسير بيبدا سرعته تقل. فالاليفيتور في فتره بيزود الفيلوستي وفي فتره ثانيه بيقلل الفيلوستي عشان يفرمل ويقف، ففي الحالتين هو بيغير اكسلريشن او ديكليريشن بينقص السرعه. ودي طبعا عباره عن متر بير سكند سكوير، متر لكل سكند سكوير، او ممكن اقول ال على تي سكوير اللي هي ال تي ماينس 2 ال تي باور نيجاتيف 2، دي في الدايمنشن. يبقى انا عندي يونتس ودايمنشن. ممكن بالنسبه لك الكلام جاي، بسالك عن اليونتس على طول هتكتب متر بير سكند سكوير، بسالك عن الدايمنشن يبقى ال على تي سكوير او ال تي نيجاتيف 2 باور نيجاتيف 2. طيب طب ما هي الماس لو ضربت في الاكسلريشن بتطلع فورس، طب وبالتالي اقدر اعرف الفورس بانها الماس في الاكسلريشن. وطالما هي الماس في الاكسلريشن يبقى على طول لو ضربت دي في الماس يبقى اير كابيتال ام، او لو ضربت دي في الماس تبقى كيلو جرام متر على سكند سكوير اللي هي احنا بنسميها بالنيوتن. يبقى دي كده ساعتها هتبقى اقدر اكتبها هنا واكتب ان دي بتساوي كيلو جرام
متر بير سكند سكوير، اللي هي ممكن ان انا اشيلها واكتب مكانها 1 نيوتن. طيب الحاجه الثانيه، طب والقوه الفورس، لو اديتها ديستانس، لو حركت الفورس ديستانس معينه، زقت حاجه في اتجاه 1 متر 2 متر هتعمل شغل. يبقى انا محتاج اعرف الورك دان باي فورس، وده بيساوي الفورس في الدلتا اكس. طب زي ما اتفقنا، احنا قلنا دلوقتي الفورس وحدتها اما نيوتن، مش كده، او انها تكون كيلوغرام متر على كيلوغرام متر على السكند سكوير. طب ممكن كمان احنا عارفين ان الشغل هو التاني بيتقاس بالجول، الشغل بيتقاس بالجول، يبقى انا اقدر كمان فاقدر اعرف ان الشغل بيساوي نفس الفورس دي، ولكن هتضرب في ديستانس ال او اكس، يبقى كيلو جرام بدل متر هتبقى متر سكوير ال سكوير على السكند سكوير اللي هي على تي باور نيجاتيف 2. والشغل والباور مربوطين ببعض عن طريق التايم، يبقى اقدر ان انا اعمل الباور اللي هي القدره بانها بتساوي الريت اوف تشينج اوف الورك دان باي تايم. يعني لو قسمت الورك دان باي تايم هيبقى ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 3. ومن هنا اقدر اعرف حاجه كمان اللي هي الجهد الكهربي، لكن الجهد الكهربي محتاج اقول الورك دان على التشارج. طب انا لسه ما عرفتش التشارج، عشان كده محتاجين ان احنا نعرف التشارج كمان معانا. وبما انها بتساوي الورك دان اللي هو ام ال باور 2 تي باور نيجاتيف 3 ديفايدد باي كيو اللي هي الالكتريك تشارج، لما الالكتريك تشارج بتساوي الالكتريك كارنت اي في الزمن تي. طب ما الاي بتتقاس بالامبير والتي بتتقاس اليونتس بتاع الدايمنشن بتاعتها باي كابيتال تي، يبقى لو قسمت الورك دان على اي تي هيطلع لنا الجهد الكهربي اليونت دايمنشن بتاعته اللي هي السيمبلز اللي قدام دي. يبقى احنا كده عرفنا الجهد الكهربي. ممكن كمان اضيف للكميات اللي عندي دي الدنستي، ودي حاجه انت محتاج ان انت تدرب ايدك عليها. دور على الدنستي وعلى البريشر وعلى الماس فلو ريت، كل دي علشان نبدا اي كميه فيزيائيه نتعامل معاها الترم ده لازم تعرف ايه هي اليونتس بتاعتها وايه كمان الدايمنشن. يبقى محتاج نتعرف على البريشر والماس فلو ريت، وكمان هنقول الدنستي. يبقى كده الدنستي اللي هي الكثافه والضغط ومعدل التدفق القطبي، او في معدل التدفق بس. طيب لو عاوزين نحاول ننفستيجيت فيزيكال فورمولا، هل ممكن ان احنا ننفستيجيت او نستنتج شكل صيغه فيزيائيه؟ تعال نجرب. ايه الحاجه اللي عندنا؟ احنا بنتوقع شكلها عامل ايه؟ ايه العلاقات؟ مثلا عاوز اجيب اقول في علاقه بين 1 2 3 مع الاكس، يا ترى شكلها علاقه طرديه ولا عكسيه؟ وهي بتتناسب طرديه، هل الدايركت بروبرشن دي مع الباور مع اكس، ولا مع اكس سكوير، ولا مع اكس كيوب، ولا 1 اوفر اكس؟ يبقى انا محتاج ان انا اتاكد من شكل الصيغه الفيزيائيه ازاي؟ ايه المعطيات اللي عندي؟ المعطيات اللي عندي ان انا هبقى عارف اول حاجه جيفن مثلا ان البندوليوم تايم، البريودك تايم بتاع السيمبل بندوليوم استاو او كابيتال تي، مش فارق الرمز، بيعتمد على ديبندس اون البندوليوم لينس، بيعتمد على اللينس، وبيعتمد على الاوبجكت ام عند الجرافيتيشنال اكسلريشن جي. يبقى انا عرفت ان في زمن دوري بريودك تايم بيعتمد على كابيتال ال سمول ام الماس والاكسل جرافيتيشنال اكسلريشن عجله الجاذبيه جي. هل ممكن ان انا استنتج العلاقه دي اديديوس جنرال فورمولا؟ تعال نجرب. اول حاجه هنقول هنفترض ادي الطول عندنا وادي الماس ام وادي الجرافيتيشنال اكسلريشن، لكن انا مش عارف انا بروبرشنال معاها دايركت ولا انفرس، مع الباور 2 ولا مع باور نيجاتيف 2، باور 3 ولا نيجاتيف 3. فاذا الباورز بتاعتي ما اعرفهاش، فهتفترض ان ال الباور بتاعتها اكس، والام الباور بتاعتها واي، والجي الباور بتاعتها زد، والتلاتة unknown بالنسبة لي، يعني أنا معرفش ولا إكس ولا واي ولا زد. وبعدين أحاول أعمل dimensional analysis للطرفين، لليمين والشمال، left hand side ده periodic time by capital T،